ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. صحة أطفالنا مو بس بعد إنجابهم، هلا صارت كل الدراسات وكل العلم بتوجه للاهتمام بصحة الأطفال أثناء وجودهم داخل رحم أمهم. موضوع رح نناقشه اليوم أنا ودكتور رامي والجديد في هذا العالم، وبدأت فحص الكروموسومات صح؟ 100%. كيفك؟ احكي لنا شو الإشي. هلا بدنا نحكي إحنا على الفحوصات الأولية لمشاكل الكروموسومات عند الأجنة، اللي هو أكثر واحد مشهور فيه هي متلازمة داونر، اللي هي 21 كروموسوم. نعم. 21 هذا بتعرف بدل ما يكون في عنا نسختين بيكون في عنا ثلاث نسخ من الكروموسوم 21. هلأ بالماضي كنا نعمل فحوص، يعني بالماضي عم بحكي من 10 سنين وأكثر، كنا نعمل فحص ألترا ساوند بين الأسبوع 10 والأسبوع 14 على سماكة الرقبة. وهذا الفحص يعطينا نسبة معينة، كان نسبة اكتشافه تقريبا 80% من الحالات تبعت الداون سيندروم. وإذا بيّن أنه والله الست هاي في عالية الخطورة أنه ممكن يكون عندها البيبي، نضطر ناخذ يا أما خزعة من المشيمة أو من السوائل اللي حوالين البيبي أميوسنتيسيس، حتى نشخص إذا فعلا في هاي المتلازمة أو مش موجودة هاي المتلازمة. وعدنا سنوات كتير نطور على هذا الفحص، نقول مثلا إذا عظمة الأنف موجودة أو مش موجودة، ندور على الزاوية بين الحلق والرقبة، كل هاي الشغلات كانت تعطينا زيادة أو أقل بنسب بسيطة تحسن على الفحص. عبين قبل تقريبا 5 سنوات 6 سنوات اكتشفنا أنه بنقدر نسحب في الدم الأم في دايما عينات بسيطة، أجزاء بسيطة من كروموسومات تبعت الجنين على الأسبوع العاشر. الأسبوع العاشر، طيب. فهلأ عندنا فحص بنعمل على الأسبوع العاشر، هذا الفحص تقريبا دقته 99.9% نسبته لاكتشاف المتلازمات، بنعمل على الأسبوع العاشر. أوكي. مشكلته أنه مكلف. هلأ أول حاليا ما كان بنعملش بالأردن، يعني بنبعت نسحب الدم عند الستمر بعدها بتطلع النتيجة لبرا. هلأ المشكلة تبعته كان مكلف جداً، يعني أول ما بدأ بتعرف لأنه التقنيات مش موجودة ولأنه كان مكلف جداً، هلأ عم تصير التكلفة أقل وأقل وأقل، وهلأ معظم الناس ممكن يعملوه. ما بننصح فيه كل الناس، يعني ما بقول لأي واحدة لأنه شو نسبة أنه يكون البيبي عنده متلازمة داون؟ إذا الوحدة صغيرة بالعمر أقل من 35 سنة نسبة كتير قليلة، أقل من 1 بالألف، فما بنصح الناس يعملوها إلا إذا بيّن بالفحوصات الأولية أنه والله في احتمال يكون في مشكلة، وقتها بنصحك أنك تعمل هذا الفحص. أما الناس اللي هم كبار بالعمر، يعني الستات اللي بيحملوا، طبعاً مش كبار هم لكن للحمل كبار، اللي بيكبروا اللي بيحملوا مثلاً فوق عمر 35 أو فوق 40، هذا الفحص بسهل عليهم كتير لأنه هذا الفحص بعطيهم نتيجة دقيقة جداً بوقت مبكر. طب أنت حكيت متلازمات، حكينا متلازمة داون، إيش ممكن أشياء تانية تبين؟ هلأ إذا عندك، هلأ هو بشكل عام طبعاً بعطيك الجنس تبع الجنين لأنه هو بعطيك الكروموسوم، بعملك فحص كروموسوم بقول لك هذا الجنين كروموسوم 46XY 46XX، فالجنس رح يعطيك إياه، ورح يعطيك إذا فيه متلازمات باتاو أدواردز اللي هي 21 و18 و13 و18 و21. بس برضو إذا في مشاكل جينية في العائلة، في مرض جيني محدد وهذا المرض احنا عارفين موجود على اي جين بالضبط، ممكن كمان نفحص الجنين نعرف اذا البيبي الحامل هذا مصاب فيه ولا مش مصاب فيه، لانه بنروح بندور عليه بالضبط نقول والله هذا الجين، والله موجود هذا البيبي، هذا البيبي مصاب، لا هذا البيبي مش مصاب، بس بدنا نكون نعرف بالضبط شو هي الطفرة الجينية اللي موجودة عند الاهل او اذا مثلا له شقيق او شقيقة مصابة بنفس المرض. حلو، يعني كل يوم عم بيطلع إشي جديد وهذا فعلا إشي جديد، وقديش صار الأهل هلا يقدروا يعرفوا الوضع الصحي جدا بسهل كثير من الناحية النفسية لأنه لا. التجربة وأنا أتوقع بالمستقبل يصير يعني التكلفة المادية أقل بحيث إنه يكون موجود لكل الناس، وبالأخير هو خيار الأهل. في ناس بدهم مش يعملوا بقول لك أنا راضي وما بدي هذا، في ناس لا بقولوا إحنا بدنا نعرف وحابين نعمل هذا الفحص. شكرا كثير، دائما موضوع حلو بجمنيها رامي. شكرا كثير، رح نستمر بالأطباء 7، خليكم معنا.